السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم المهندس الزراعي نزير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. كل عام أنتم بخير وتقبل الله صيامكم، وإن شاء الله تكونوا انبسطوا بالعيد. اليوم رح نتكلم عن 5 مبيدات طبيعية من شغلات أو مواد موجودة بالمنزل، ورح نختبر هاي الخمس مبيدات أي الأفضل وعلى أساسه رح نختار. قبل ما نبدأ بهذا الفيديو لا تنسوا انكم تحطونا لايك الفيديو واشتراك بالقناة وأن نفعل زر الجرس، وهلأ خلينا فورا نبلش. من المعروف أنه المبيدات الكيميائية رغم من أنه أثرها واضح وبشكل سريع إلا أنه إلى مضار كبير على صحة الإنسان وعلى صحة الحشرات المفيدة اللي نحن ما بدنا إياها تتضرر، وعلى كائنات التربة كمان اللي ما بدنا إياها تتضرر. لهيك انتشرت بآخر فترة على وسائل التواصل الاجتماعي مبيدات بيزعم قائلين أو مستعملين أن فعال جدا ضد الحشرات وخصوصا حشرة المن. لهيك أنا اليوم جبت لكم نبات مصاب بحشرة المن وعليه نمل، لأنه النمل بيلحق حشرة المن مثل ما بتعرفوا بسبب أنه بتفرز عصارة سكرية. لهيك وجود النمل غالبا هو دليل على وجود المن. يا رب تكون صورة المن واضحة معكم. التجربة كالتالي، عندنا هون 5 مواد طبيعية، هي النعناع المائي اللي تكلمنا عنه سابقا، ونبات القراص، والصابون السائل، وقشور البرتقال، وبعض من الفلفل الحار جدا كمان تكلمنا عنه بفيديو سابق. اللي رح نسويه انه نحن رح نطحن او نصنع مبيد من كل هاي المواد اللي ذكرتها، ورح نحط كل قطعة موجود عليها المن بهذا الكوب ونعمل عملية رش او بخ بواسطة بخاخ، اي نوع بخاخ بتريدوه، على هاي الاكواب. واللي المبيد اللي رح يعطينا اكثر شيء نظافي او اكثر شيء دليل على عدم وجود المن او النمل رح يكون هو المبيد الفعال، وعلى اساسه بنهاية الفيديو رح ارتب لكم المبيدات حسب التجربة البسيطة اللي عملناها. طبعا تنويه، هاي تجربة ما أنا تجربة علمية بحتة، لانه التجربة العلمية لازم يكون فيها كتير مكررات، يعني لازم نعمل 100 كوب لحتى نختبر فعلي، ولكن هي تجربة منزلية لحتى نكتشف نحن اذا انت عندك زهرة حشرة المن اي رح يكون الافضل. خلينا نبلش باول مبيد. رح نبدأ اولا بالمبيد المستخرج من اوراق القراص. طبعا لازم تكونوا بحذر اثناء التعامل بهذا النبات لانه فيه اشواك مؤذية ولكنها مفيدة. في فيديو سابق تكلمنا عن فوائد هذا النبات بالتفصيل عن بعدة مجالات، رح اترك لكم رابط هذا الفيديو. بعد ما تشوفوا هذا الفيديو فيكم تشوفوا فوائد القراص، لانه يعتبر كنز طبيعي ومتوفر في اغلب المناطق، يعني فيك تصنع منه عدة شغلات مفيدة وهو مجاني. بنرجع لموضوع الفيديو الخاص فينا، رح نقوم بقطف الاوراق الطازجة من نبات القراص وبعدين طحنها بواسطة جرن او هاون صغير. بنقوم بعملية طحن جيد لهاي الاوراق الطازجة بواسطة الهاون حتى الحصول على العصارة الكاملة. وبعد ما قمنا بتصفيه الخليط، هاي هي النتيجه، معنا مستخلص اوراق القراص. وهلا رح نروح ونحضر المبيد الثاني. وهلا المبيد الثاني وبنفس الطريقه قشور ثمار البرتقال رح قوم بوضعها داخل الجرن وعمليه طحنها مثل ما عملنا بالمبيد الاول. وهلا بعد ما اتمينا عمليه طحن قشور البرتقال رح نقوم بتصفيه الخليط ايضا. طبعا بعد كل تصفيه لتفل البرتقال او تفل القراص او اي تفل ممكن اضافته للتربه، لانه ممكن يتحلل ويصير سماد عضوي. ما بنقوم بعمليه رميه لانها كلها مواد طبيعيه وبتتحول لسماد عضوي. وبنفس الطريقه رح قوم بقطف عده اوراق طازجه من نبات النعناع المائي اللي له رائحة شبيهة برائحة العلكي، رائحة قوية جدا وحادة، وبعض من محبين الزراعة المنزلية بيقولوا انه ممكن انه نستخدم مبيد فعال. طبعا بنهاية الفيديو رح تعرفوا اذا هاي المعلومة صحيحة او خطأ باذن الله. رح نقوم بطحن هاي الاوراق الطازجة، مشان ما اطول عليكم الفيديو رح اقوم بالطحن وبعدين بالاستخلاص وبالاخير رح نبلش بالمبيد الرابع. وهلا صار دور الفلفل الحار، وهو من اشد انواع الفلفل حراره، هذا اسمه فلفل الزيني وتكلمنا عنه في فيديو سابق. اذا تحبوا تتعلموا اكثر عن هذا النوع راح اترك لكم رابط هذا الفيديو تحت بالتعليقات او راح يطلع لكم فوق على شكل علامات. واخيرا وليس اخرا عندنا هون كوب من الماء النظيف، راح نقوم باضافه
نصف قطرة من الصابون السائل القابل للانحلال بالماء، ونقوم بعملية تخليطها بشكل جيد لا اختباره كالمبيد الخامس. هلأ لبين ما تتصفى المبيدات معنا ويمتزج الصابون بالماء بشكل جيد، راح نتركها لمدة ساعة تقريبا، وبعدين نقوم بعملية الرش. وهلأ رح ناخد عدة قطع من النبات المصاب ونوزعهم بشكل تقريبي على 6 صحون. هذا الصحن رح نخليه بدون بخ، يعني بدون مبيدات، وهدول الصحون للمبيدات بالترتيب: القراص وقشر الليمون والفلفل والصابون. ونشوف بعد ما نبخ مين المبيد اللي رح تختفي منه الحشرات، سواء كان حشرة المن أو حشرات النمل. رح نقوم بتقطيع الأجزاء المصابة وتوزيعها على الصحون بشكل متجانس. شوفوا حشرات المن واضحة بشكل جيد، حشرات في منها مجنحة وفي منها بدون أجنحة. حاولت قدر الإمكان وزع هاي الحشرات بشكل متجانس على هاي 6 صحون. هذا الصحن رح نخليه بلا معاملة مثل ما حكيت، كونوا شاهد لحتى نقارن. وهاي هي مستخلصات المبيدات: مستخلص القراص، مستخلص قشر الليمون، ومستخلص النعناع المائي، مستخلص قشور البرتقال، والصابون. هلا رح نبدأ برش مستخلص القراص. طبعا هاي المرش اللي رح نستخدمه لازم نتأكد انه خالي من الكحول، لانه هاي بتستخدم للعطر عشان ما نأثر على التجربة. طبعا هاي الكمية كافية لانه نحن رح نقوم بحوالي بختين او 3 بخات فقط لا غير. وهاي هي اللي رح نبخها بالقراص. وهلأ بعد عملية البخ رح نتركهم حوالي الساعة لحتى نتأكد من موت الحشرات ونقيم المبيدات حسب عمل كل واحد. طبعا هذا ناشف، ما بخيته بأي مبيد، لكو الحشرات عم تتحرك بكل أريحية. هذا هو الشاهد اللي رح قارن فيه المبيدات الثانية. وهلأ وبعد مرور أكثر من ساعة على بخ النباتات بمستخلصات هاي المبيدات اللي استخرجناها، شوفوا التصاق الحشرات وعدم حركتها، يعني المبيد فعال وحتى أنه النمل مات. وكمان بالنسبة للمبيد الثاني كمان النمل ميت والحشرات ميتي، والمبيد الثالث كمان، والرابع. هلأ الرابع ما حسيت انه فيها الفعالية الكبيرة، بس كمان الحشرات شبه مشلولة الحركة، يا ما بطريقة للموت ايضا. وبالنسبة للصابون الحشرات توقفت عن الحركة فور البخ فيه وما تحركت ابدا من وقتها. اما الشاهد فالحشرات عايشة ومستمرة بحركتها بشكل طبيعي، حتى الحشرات المجنحة مستمرة بالحركة. بالنسبة للتقييم كل المبيدات جيدة جدا وغير مضرة بصحة الإنسان، وأنا بنصح فيها 5 اللي استخدمناهم بنصح فيها. أما بالنسبة إذا بدك مفعول سريع وكان عندك مساحات كبيرة، يعني ما نباتات منزلية، بنصحك أنك تستخدم المبيد الكيميائي. فيما عدا ذلك استخدم هاي المبيدات، هي فعالة مثل ما بيقولوا عنا الناس. لهون بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أنك تحط لايك للفيديو، اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. إذا جربتوا مبيدات تانية اتركوا لي إياها تحت بالتعليقات، وإذا عندكم أي سؤال كمان اتركوا لي إياها تحت بالتعليقات. كان معكم أخوكم المهندس الزراعي نزير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.